نتكلم عن مباراة اليوم يا كابتن أسامة، وجهة نظرك بعد مكسب النادي الأهلي بثلاثية، والنغمة اللي بتقول لك الماتش ما هو الماتش صعب، هو شوط انتهى، شوط انتهى. كابتن عادل حذر من التهاون، ولكن أعتقد إن التهاون ده عمره ما كان أسلوب لعيبة النادي الأهلي. خلي بالك بعد المباراة السابقة وفوز الأهلي 3 على الترجي، عجبني تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي، وكان هنا معانا في قناة الأهلي بعد المباراة مباشرة. كان في بعض الأحاديث، أولا محمد الشناوي قال إحنا لسه النادي الأهلي ما صعدش، لسه ده الشوط الأول كسبنا 3، لسه عندنا شوط تاني في القاهرة. والجهاز الفني برضو كان نفس التصريحات. فإذا النهاردة كفريق وكمدير فني خلاص هم متفقين النادي الأهلي لسه ما صعدش. كرة القدم فيها يعني فيها كتير، فعلشان كده النادي الاهلي كسب الترجي بنتيجه كبيره في الترجي، مش عشان الترجي ضعيف، لا، زي ما البعض ردد وقال ان الترجي فريق اقل من العادي، لا، علشان الاهلي وكولر احترم الترجي. صح. لكن النادي الاهلي درس الترجي دراسه جيده، التشكيل اللي اتحط، طريقه اللعب، استغلال الفرص اللي ظهرت، وكان ممكن الاهلي يزيد من الاهداف. علشان كده المحافظه على شباكك نظيفه طبعا، علشان كده الاهلي حتى شوف العشر ماتشات، اخر 10 ماتشات لعبوا النادي الاهلي 9 كلين شيت، كان مباراه واحده بس كانت في السوبر امام بيراميدز اللي انتهت 1-1، والنادي الاهلي احرز هدف الفوز، كانت في السوبر نهائي كاس مصر، نهائي كاس مصر. فالنادي الاهلي كان في كامل تركيزه عشان كده قدر يكسب. النهارده مباراه لتاكيد فوز النادي الاهلي والوصول للنهائي. انت لما بتوصل للنهائي انت عايز تبعت رساله للفريق اللي انت هتقابله، للمنافسين. مظبوط. فدي مهمة جدا، انت عايز تطمن على فرقتك، عايز تطمن على الأداء. النقطة اللي كابتن عادل قالها مهمة، النهاردة إن شاء الله في حاجات تفاصيل صغيرة بتفرق في المشوار الأخير أو في الخطوات الأخيرة. النهاردة حضرتك بتقول التشكيل، حمدي فتحي، حمدي فتحي دي النقطة الوحيدة اللي أنا معترض على كولر عليها. يعني حمدي فتحي عنده إنذارين. النهاردة حمدي فتحي لعيب بيمتاز بالروح والقتال في الملعب، مندفع شوية في الكرات، ممكن النهاردة ياخد إنذار التالت، حمدي فتحي بره مباراه النهائي. على الاقل المباراه الاولى هتكون في القاهره. هو كولر لسه ما ضمنش ان هو صعب. بالزبط. بيلعب بكامل اوراقه، لكن بالزبط. ممكن النهارده استغل واحد تاني زي عمرو السوليه، احطه واحد زي الكندوسي، احطه مجدي قفشه، واحافظ على لعيب ممكن يفيدني. ما هي دي بقى التفاصيل دي الصغيرة هنتكلم فيها فعلا، لان انا برضو كان ليا وجهه نظر معاك بالظبط. لكن انت النهارده واحد زي علي لطفي انت مضطر، علشان الشناوي اصابه، فانت علي لطفي جاهز. بالزبط. طبعا كل التوفيق لعلي لطفي النهارده ان شاء الله. بإذن الله. كل ما بياخد فرصه بيقول انا موجود، بيتمرن كويس ومستني دايما الفرص، فرصه تجيب. لكن كولر في 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 الطبيعي دايما مثبت تشكيله. الطريقه اللي بدا يكسب بيها في الفتره الاخيره حتى مثبتها في معظم مباريات الدوري 4-3-3، وخلاص كان كولر وجد ضالته في الطريقه دي. بيحافظ على شباكه. صحيح. شباكه تطلع نظيفه، بيقدر يسجل اهداف، بيعمل شكل جيد، في توازن في اداء الفريق. فهي دي الطريقه، وهو مش من خلاص. انت ممكن تغير في الدوري، لكن في البطوله بتاع دوري الابطال بالاسلوب ده انت هتبدا تثبت الاشكال مع التشكيل، مع ضغط المباريات ممكن تغير 2-3. صحيح. لكن هيكون في الدوري. صحيح. لكن مباراه النهارده الترجي غير مدير الفني. أيوة. اللعيبه اكيد عندها تبقى عندها دوافع ومعنويات جديده، مدير فني هيكون في حماس للعيبه بشكل كبير. الترجي كان عنده في خط ظهره مساحات في المباراه الاولى، النادي الاهلي قدر يستغلها عن طريق حسين الشحات، عن بيرسيتاو، محمود كهربا، انطلاقات حمدي فتحي وديانج. النهارده المساحات دي يا كابتن ايمن مش هتلاقيها موجوده، فالنادي النادي الاهلي النهارده مش هيلاقي المساحات الكبيره اللي لقاها. ممكن رتم اللعب النهارده الناس يعني النادي الاهلي ما يكسبش نتيجه كبيره زي المباراه الاولى، فالنادي الناس تفتكر ان النادي الاهلي اداؤه قل، لا، هو اسلوب الترجي هو اللي هيختلف النهارده مع المباراه. لكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون مركزه، تقدر تحسم ان شاء الله المباراه ان شاء الله رب العالمين، واهم حاجه ما يكونش فيه اصابات. الانذارات مهمه، وان شاء الله نبارك النادي الاهلي بعد المباراه ويكون المره الرابعه على التوالي النادي الاهلي في نهائي ان شاء الله. والكلام ده اتحقق قبل كده 2005 2006 2007 2008، وكنت الحمد لله موجود في انت كنت موجود اكيد. الحمد لله. احنا خدنا البطوله 2005 و2006 و2008. 7 خرجنا، كنا خسرنا من النجم الساحلي في استاد القاهره. أيوه. و8 خدناها من القطن الكاميروني في الكاميرون. مظبوط. صح.